شايفين هالطوق؟ أنا اللي اشتريته لهالطوق، اشتريته لأهدي لبنت أخي الجديدة، لأني بعتبرها عن جد بنت أخي. كيف عم بتقولوا إني خطفتها؟ ما في ولا واحد فيكن بيعرف يفكر ولو شوي، أنتوا كلكن بلا مخ. منى منى، عن جد أمن فيني وحكالي ابني. كنت بدي أعملها مفاجأة، كنت حابب ورجيكن إني بقدر أكون كمان من هي العائلة. شو بيعرفني إنه الحياة مخبيت لكم هالمصيبة؟ بترجعكم خلاص، لا تحطوا الحق علي باللي صار معكم. أنا ما عندي ثقة بكلامه لهذا الشخص أبي مانو. أنا متأكدة إنه هو اللي خطف لي بنتي 100%. الو الو، بنتي بنتي حبيبتي وينك؟ حبيبتي 50 مليون كاش مقابل البنت، معكن 24 ساعة. إذا بتهمكن البنت بتجهزوا لي هذا المبلغ وبتنطروني لأرجع أحكي معكن، بس بدكن تنتبهوا منيح. إذا بيوصل خبر للشرطة ما عاد رح ترجع، ورح أبعتلكن تيابة دم لحتى تعرفوا شو عملت فيها. ألو ألو، شو صار؟ كلكن سكتتوا؟ ليش بطلتوا تتهموني؟ ليكني واقف قدامكن ما تحركت، كيف بدي كون اللي عم بحكي على التليفون؟ أنا الحق علي اللي فكرت إنه ممكن تصير من هاي العائلة، ما رح ضل بهالبيت ولا لحظة. أبي مانو نياتي، شفتوا بعينكن شو بقدر أعمل؟ بحركة وحدة قدرت إني خليكن تخسروا سعادتكن وتخسروا حبكن لبعض وراحت بالكن. عن جد عن جد ابني.